أهلا. من هنا فرونيكا. شو تمشي؟ الحين امسكي لين، خليها تجلس هنا ورا الطاولة. يلا يا لين، يلا اجلسي. ايوه اوكي، قربي الطاولة يا فرونيكا، قربي الطاولة هنا. قطوة؟ لا يا غبية. انت خايفة الحين؟ ما في شيء. يلا لا تسوي شيء ولا تخرين هذا على عيونك، زين؟ اتفقنا؟ قولي اتفقنا. ما تخاف لكل حشرة شيء. ليه مشاري انا؟ لا بس. لا مو حشرة، لا تخافين، كذا ارتحتي؟ يلا دقيقة. يلا لين، مدي يدك وكولي من الصحن اللي قدامك. في 3 صحون ابي تاكلين، ولازم تعرفين الطعم، اوكي؟ يلا تفضلي. او ماي جاد. يلا عارفه بسكوت. يلا انا شلت الصحن اللي اكلتي منه، الحين باقي صحنين. يلا لازم تعرفين الطعم، اوكي؟ وقولي اذا تحبين او لا. يلا اوكي. يلا كلي بسرعة. مو بحلو؟ وش طعمه طيب؟ قولي وش طعمه طيب؟ تيشو. ما تقدرين تاكلينه ابد؟ ما احب هذه الانواع، تجيب صداع. طيب ايش توقعين لونه؟ تعرفين لونه؟ جرين صح؟ اي صح. الحين سؤال، انت قلتي هذيك اليوم بسنابه انه انا اتمنى اكل الحلاوه الحامضه. ايه صح؟ طيب جبتها لك. عجبك؟ لا مو عاد، باقي صحن واحد. ايه طيب انت قلتي ذاك اليوم انه انا عادي اكل الحلاوه حامضه. حامضه بس مو معفنه. والله مره مو معفنه. مو معفنه والله، حلاوه عادي. لا والله. يلا يا لين، باقي الحين صحن واحد، اوكي؟ يلا. ايش هذا طيب؟ ايش هذا؟ جامي؟ ها؟ جامي؟ وشو هذا؟ ايش قلتي؟ جامي. اسمه جامي كذا؟ ما ادري ايش تقصدين، بس طعمه حلو ولا لا. يلا الحين افتحي عيونك. هاي مس لين، ايش رايك بالمقلب؟ عجبك ولا لا؟ هذا وري الكاميرا طيب عشان يشوفونه. انا احس طعمه حلو. جربي. لا ما صايم. ايش اسم هذا؟ جامي. اسمه جامي كذا؟ هذاك هذا مخدز من البقالة. ايه تدرين ليش انا سويت مقلب؟ لان كلهم يقولون سوي مقلب بلين، وانت ذيك اليوم قلتي انه انا احب الحلاوة الحامضة. كيف طعمها طيب؟ ما ادري بس طعمها مو حلو. اها اوكي، يعني ما عجبك المقلب؟ عجبني من هذا. شو توقعت يوم قلنا لك بنسوي لك مقلب؟ والله يعني حسبت فيه كلب كيكة بتطخونها بوجهي. اها متأثرة من اليوتيوب انتي؟ ايش؟ متأثرة من اليوتيوب؟ لا والله حسب جايبين لي كلب. ايوه جايبين لي، انا توقعت كل المفروض
صح. توقعت كيكة بطخونها بوتشي، توقعت مشاري رش علي رشاش. توقعت مشاري موجود يعني. ايه شكي اخف. مو فاضيلك مشاري صايم. سيسوي خفت. طيب ايش توقعتي بعد؟ توقعتي حشرة انتي قلتي. ايه توقعت حشرات مرة خفت. اوكي. اذا تلاقي.